أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى. يؤكد الجزارون أن حملة بلها لحمة التي ظهرت منذ نحو شهر أسهمت في ضبط زيادة الأسعار هذا العام بنحو 3 أو 4 جنيهات فقط للكيلو، رغم أن التوقعات بالزيادة كانت فاقت الحد، لكن الأسعار تختلف تماما في المجمعات الاستهلاكية التي يتم ضخ كميات كبيرة فيها من اللحوم المجمدة والمستوردة. شوادر الأضاحي بدأت في الظهور في الشوارع قبيل عيد الأضحى، ومعها اتجهت الأنظار لأسعار اللحوم الضأن منها والكندوز والبتلو. متوسط الزيادة في الأسعار هذا العام يتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات للكيلو وفقا لعدد من الجزارين، ما يعني أن سعر كيلو اللحم للعجل القائم أي قبل الذبح نحو 35 جنيها للكيلو بدلا من 33 جنيها للكيلو العام الماضي. أما كيلو الضأن القائم فسعره نحو 40 جنيها في مقابل 37 جنيها العام الماضي، وهي زيادة أرجعها عدد من الجزارين لحملة مقاطعة اللحوم بلاها لحمة التي ظهرت قبيل عيد الأضحى، رغم أن التوقعات بالزيادة فاقت هذا الحد. يعني عن اللحوم وكده هون اثرت عند الجزار واثرت عند التجار، طبعا اثرت وثبتت السعر، ولولاش الحمله دي كانت كيلو اللحمه فعلا هيبقى ب 100 جنيه. فحمله بلاها لحمه دشنها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل عيد الاضحى بنحو شهر لمواجهه ما وصفوه بجشع الجزارين وغلاء اسعار اللحوم التي وصلت في بعض المناطق ل100 جنيه. ولاقت الحملة دعما كبيرا من كثير من المواطنين وبعض الشخصيات العامة، وهو ما جعل الجزارين يتوقعون ثبات أو انخفاض أسعار اللحوم بعد العيد كرد فعل آخر للحملة. الزيادة 2 جنيه للكيلو، احسبيها بقى نسبتها قد إيه، وبعد كده اللحم في نزول بعد العيد إن شاء الله هينزل بعد العيد. أما هنا فتختلف الصورة كثيرا داخل العديد من المجمعات الاستهلاكية، حيث يزداد الإقبال على شراء اللحوم بأسعار أقل فيما عداها، وغالبا ما تكون مجمدة أو مستوردة. الأسعار عندنا هنا، عندي لحم كندوز بلدي ب57 جنيه، عندي السوداني ب40، عندي ضاني بلدي ب73، في ضاني استرالي ب45، في لحم فرنساوي ب50، في لحم استرالي فريش ب45، في ضاني استرالي فخدة ب42، في ضاني كتف ب33. دي الأسعار اللي عندنا متوفرة، ومتوفرة كميات جامدة الحمد لله رب العالمين يعني. ويؤكد القائمون على هذه المجمعات استمرار ضخ هذه اللحوم لخدمة محدودي الدخل وغيرهم ممن يرغبون في الحصول عليها لإحداث توازن مع اللحوم البلدية خارج المجمعات. أسعار معقولة هنا، لكن محلات، في محلات ب90 جنيه وب80 جنيه كيلو، يعني تحطيه في طبق العيل ياكله. سواء من عند الجزار أو من المجمعات الاستهلاكية، فالمواطن حتما سيأكل لحما، فعيد الأضحى بأية حال سيأتي. مروة عبد العزيز، نهار اليوم.